وفد وزاري لبورسودان للقاء بالناظر ديريك. الشرطة تفتح كوبري الماكنمير. الهلال في مواجهة ريفرز النيجيري بالسويس. شهدنا الفضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل الخير. نشرة السابعة ابتدأناها كالمعتاد بالعناوين ومباشرة إلى تفصيلاتها. التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلمان بحضور النائب الأول لرئيس المجلس محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأطلع البرهان المبعوث الأمريكي على تطورات الوضع السياسي الراهن في بلاده والجهود الجارية للخروج من الأزمة، مشيدا بموقف واشنطن الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية. تمكنت الشرطة اليوم من فتح كوبري الماكنمير الذي يربط الخرطوم بالخرطوم بحري باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المعتصمين أمام القصر الجمهوري منذ أكثر من أسبوع. وقال الأستاذ أيمن نمر والي الخرطوم في تصريح منشور على موقع الولاية إن مجموعة من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول قد قامت بإغلاق كوبري الماكنمير وشارع النيل لتعطيل حركة المرور وسط الخرطوم صباح اليوم الأحد 24 من أكتوبر. وأضاف وجهنا الشرطة وبحضور النيابة العامة بفتح الطرق والتعامل القانوني الحاسم واللازم مع هذا التعدي السافر لمنسوبية الحزب المحلول وتأمين انسياب حركة المرور بواسطة العاصمة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية. كما فتحت الشرطة شارع النيل وعدد من الشوارع الفرعية الأخرى والتي كان قد أغلقها المعتصمون مما تسبب في أزمات مرورية خانقة وسط العاصمة وحالة دون وصول آلاف المواطنين إلى أعمالهم. وتعطلت أعمال بعض فروع المصارف الواقعة في شارعي الجامعة والبرلمان القريب من موقع الاعتصام، فيما وسع المعتصمون نطاق اعتصامهم إلى مشارف مجلس الوزراء مغلقين مداخل وزارات الزراعة والثقافة وشارع المؤدي لوزارة الداخلية، مما اضطر العاملون في هذه الوزارات لاستخدام بوابات جانبية، فيما اضطر آخرون للبقاء في منازلهم. وشهدت منتصف نهار اليوم العديد من الحافلات التي تنقل المزيد من المعتصمين لشارع الجامعة أمام القصر الجمهوري. وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت أمس بيانا استنكرت فيه إغلاق مداخل الوزارة وتعطيل العمل فيها. وأدانت حادث التهجم على وكالة السودان للأنباء أمس والذي أدى لتأخير مؤتمر صحفي فيها لمدة ساعتين. اقتحمت مجموعة من المحتجين أمس السبت مقر وكالة السودان للأنباء سونا قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من قوى إعلان الحرية والتغيير. وأكدت وسائل إعلام محلية أن نحو 150 من المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري والمطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين اقتحموا مقر الوكالة قبل بدء المؤتمر الصحفي وسط تصاعد التوتر في الموقع. وحملت قوى الحرية والتغيير في بيان لها مجموعات تتبع للفلول واعتصام القصر المسؤولية عن اقتحام مقر الوكالة بغية منع المؤتمر، متعهدة بأن المؤتمر سيعقد بعد الفراغ من بعض الترتيبات. اعتبر القيادي في تحالف الحرية والتغيير ياسر عرمان وجود قوات تتبع لحركات مسلحة داخل العاصمة الخرطوم تخريب متعمد لاتفاق سلام جوبا، معلنا تمسك الائتلاف الحاكم بعدم حل الحكومة. وتحدث عرمان في مؤتمر صحفي السبت بعد نحو ساعتين من إعاقة إقامته بواسطة مجموعات تتسلح بأسلحة بيضاء، وذلك قبل حضور قوات شرطية لتأمين وكالة السودان للأنباء المقام فيها المؤتمر. وأوضح عرمان أن الخرطوم كعاصمة لا تدخل في قضايا الوثيقة الدستورية المتعلقة بالسلام والترتيبات الأمنية، وهو ما يجعلها منطقة لا يجب أن تكون بها ميليشيات مسلحة، مشيرا إلى ضرورة العمل على وجود جيش واحد، خاصة وأن جميع الحركات المسلحة متفقة على هذا البند. وتابع العاصمة الخرطوم ليست جزءا من الترتيبات الأمنية، والسماح بوجود قوات فيها هو تخريب متعمد لاتفاق السلام.
رفعت القوات المسلحة في الساعات الماضية وحتى الآن حالة الاستعداد للجيش، كما تم تشديد الحراسات على سجن كوبر، إضافة لإغلاق تام لشوارع القيادة العامة للجيش. التقى المهندس خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء والأستاذ ياسر سعيد عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء صباح اليوم السيد جيفري فيلمان مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الإفريقي ومساعده سيد برايتون نوف وسيد برايان شوكان القائم بالأعمال الأمريكي بالبلاد. استعرض اللقاء جوانب الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان كمرجعية مؤسسة للمرحلة الانتقالية، وسبل مواصلة دعم الولايات المتحدة لإنجاح التحول المدني الديمقراطي في السودان، وأهمية التزام جميع مكونات الفترة الانتقالية بنصوص الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام جوبا لسلام السودان، ومواصلة إكمال الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش قومي مهني محترف وموحد يقوم بدوره كاملا في حماية الدستور والحدود السودانية بعقيدة قتالية وطنية. وأكد خالد عمر وياسر عرمان كذلك أهمية الدفع لتحقيق استحقاقات عملية السلام في السودان واستكمال التفاوض مع جميع الأطراف لضمان تحقيق السلام العادل الشامل والمستدام والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية. وصل بور السودان في 6 من مساء اليوم الوفد المفوض من رئيس الوزراء للقاء السيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى للنظارات البيجا والعموديات المستقلة. يرأس الوفد بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية وعضوية وزير الصحة الاتحادي ومستشار رئيس الوزراء للسلام. زيارة لبور السودان تأكيدا على حرص وجدية الحكومة ورئيس الوزراء للتوصل لحل مقبول لقضية شرق السودان ومعالجة مظالمها المشروعة وتخفيف معاناة المواطنين. وستنضم للقاء في بور السودان السيدة استيفاني ممثلة الأمم المتحدة لمواصلة الجهود المبذولة في ذات الإطار. نفى مولانا هشام بابكر عبد الله قاضي المحكمة العليا ورئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية أن تكون القضائية سببا في تأخير تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم وخاصة قضايا الإعدام. وكشف في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن ما لا يقل عن 2500 حكم بالإعدام أصدرتها المحاكم في انتظار قرار المحكمة الدستورية لتنفيذها، مشيرا إلى أن من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر الارتقاء بالسلطة القضائية المنعقد بالسلام روتانا التعطيل الذي يحدث في تنفيذ الأحكام ولا يتقبله الشارع السوداني، حيث يرى أن السلطة القضائية تتسبب في هذا الأمر، ولكن قراءة للواقع الحقيقي تنفي ذلك. وأكد أن المنتظرين في قضايا الإعدام وصل إلى هذا العدد الكبير لأن الأمر من اختصاص المحكمة الدستورية وهي غير منعقدة ولم يحدد وقت لانعقادها. ودعا مولانا هشام إلى العودة للواقع القديم عندما كانت المحكمة الدستورية دائرة من دوائر المحكمة العليا وهي تمثل قمة الهرم القضائي، ويجب أن تفصل في هذه القضايا على أن يتم التعامل مع هذا الأمر بموضوعية باعتبار أن الهدف الأساسي يتمثل في سرعة إنجاز أحكام المحاكم تحقيقا للعدالة. حذر وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد من وقوع كارثة في البلاد نتيجة إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات النفط إلى الخرطوم وميناء تصدير النفط في مدينة بور السودان من قبل مناصرين للناظر تريك. وأبدى الوزير قلقه من تضاؤل المخزون من المشتقات البترولية بصورة كبيرة، وقال أكثر ما يقلقني الآن هو النقص المريع في الوقود نسبة لتوقف انسياب الوقود المستورد. وأشار إلى أن مصفاة الجيلي توفر نحو 50% فقط من الاستهلاك المحلي، بينما يتم استيراد 50% الأخرى لتغطية الفجوة المحلية. وأضاف لو لم يصادف إغلاق الميناء وجود مخزون من الوقود بالمستودعات لكان حدث ما لا يحمد عقباه. وفي أخبارنا الرياضية
ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد العام لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به معتصم جعفر وسام عطا المنان ضد قرار لجنة الأخلاقيات القاضي باستبعاده من الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، وذلك في وقت سابق قد استبعدت لجنة الأخلاقيات باتحاد الكرة معتصم وأسامة من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. يواجه فريق الهلال تحديا صعبا في ملعبه المفترض بمدينة السويس المصرية، وذلك أمام ضيفه فريق ريفرز يونايتد النيجيري في هذه الأثناء، وذلك في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، مما يزيد من صعوبة لقاء الإياب. كما يضع التعادل في ملعب ريفرز يونايتد البرتغالي ريكاردو المدير الفني للهلال تحت الضغط من أجل المحافظة على أمل العبور الآمن لدوري المجموعات سواء بالتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة. ويخشى الهلال تلك المغامرة التي قد تنقلب كفتها لصالح المنافس وتطيح به إلى كأس الكونفدرالية. حقق المريخ المطلوب أمام مضيفه زاناكو الزامبي بنيل ورقة الترشح إلى دور المجموعات بأبطال إفريقيا رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف يوم السبت، وذلك ضمن إياب دور 32 من أبطال إفريقيا. تقدم المريخ عن طريق اللاعب توني إيدجو قبل أن يدرك زاناكو التعادل قبل نهاية الشوط الأول. استفاد المريخ من تقدمه في اللقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل ليحسم تأهله إلى الدور المقبل من المنافسة. وفي أخبار الرياضة العالمية، تغلب ويست هام يونايتد على ضيف توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي احتضنه اليوم الأحد ملعب لندن الأولمبي. حمل هدف ويست هام والمباراة الوحيد توقيع ميشيل أنطونيو في الدقيقة 72. بانتصاره رفع ويست هام رصيده إلى النقطة 17 محتلا المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد توتنهام عند 15 نقطة في المركز السادس. وفي مباراة أخرى، تغلب ليستر سيتي على مضيفي برنتفورد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب جريفن بارك، وتقدم الضيوف عن طريق يوري تيلينماس في الدقيقة 14، وعادل الكفة لأصحاب الأرض زانكا في الدقيقة 60، ووقع جيمس ماديسون على ثاني أهداف ليستر في الدقيقة 74. رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 14 محتلا المركز التاسع، بينما تجمد برينتفورد عند النقطة 12 في المركز 12. أشاد جرايم سونيس أسطورة ليفربول بقدرات المصري محمد صلاح نجم الريدز، لكنه انتقده في أمور أخرى. وكتب سونيس في عموده بصحيفة ساندي تايمز البريطانية: أتفق مع يورجن كلوب في أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم هذا الموسم. وأضاف: ربما يكون لاعب جشع كما رأيت، لكن كل الأسماء البارزة تتصف بهذا الأمر، لكنه أناني للغاية. وتابع سونيس: الأهداف الشخصية مهمة بالنسبة له، إنه يسدد من كل زاوية ممكنة، مما يحبط زملائه بالفريق في بعض الأحيان وخصوصا ماني. وواصل: اللاعبون الآخرون يتقبلون الأمر لأن صلاح جيد جدا، وعندما لا يمرر فإنه إما يسجل أو يجعل حراس المرمى يعملون بحيث تكون هناك فرصة للمتابعة على الكرة، مما يجعل من الصعب على أي شخص أن ينتقده. وأكمل سونيس: قد يعتبر صلاح ما سأقوله مجاملة، لأنني أعتقد أنه أكثر لاعب أناني رأيته، لكنه ماكينة أهداف. واختتم قوله: لن أتكهن بما يطلبه صلاح من أجل التجديد، لكن ليفربول يجب أن يمنحه ما يريد، من مصلحة النادي أن يدفع له قدر ما يستطيع، وكذلك لصلاح الذي عليه البقاء في النادي الذي قضى معه أفضل فترة في مسيرته.
بهذا الخبر أكون قد وصلت إلى ختام هذه النشرة التي أختمها بخبر تقدم الهلال بهدف دون مقابل. حتى الآن أحرز هدف الهلال اللاعب ياسر مزمل. التمنيات القلبية لفريق الهلال بالانتصار والتقدم ناحية المجموعات في بطولة الأندية الكبار. نهاية النشرة، إلى اللقاء.